سألوك وانت صغير وقالوا لك انت اهلاوي ولا زملكاوي، وعدى عليك العمر والسنين، لو سألوك تاني في نفس التوقيت ورجع بيك الزمن تقول ايه؟ اقول زملكاوي، انا زملكاوي، يا اما هكدب بقى بس انا زملكاوي. طول عمرك احمد؟ من وانا عيل صغير، وابويا وعائلتنا كلها. لعبت ناشئين الاهلي؟ اول ما لعبت في نادي الاهلي، بس رحت اختبرت في نادي الزمالك. محدش عارف. بس كنت تلعب ناشئين الاهلي وانت زملكاوي؟ دي حقيقه. يعني كنت مخبي على اصحابك ولا كنت تقول لهم عادي؟ كنت مخبي، وكنت يعني في وقت مره، يعني كان ساعتها كابتن بدر رجب هو مدربنا، وفي مره كنا بناكل وماتش اهلي وزمالك شغال، اوعى تقول لي هيصت تبقى مشكله. ما كنتش قادر بقى، جه جول للنادي الاهلي فكل الناس فرحانه وانا كنت قاعد يعني ما بعملش حاجه، وكابتن بدر خد باله. فبعديها تاني يوم في التمرين قال لي انت بتلعب في النادي الاهلي و ما ينفعش تبقى، انا ما اعرفش انت بتشجع مين بس بتلعب في نادي كبير، وحاول تستفيد من المكان اللي انت فيه. راجل محترم جدا الحقيقه، ويعني وكان سبب كبير في، انا شايف يعني نص لعيبه مصر مثلا طلع من تحت ايدين الراجل ده. يعني هو في الاهلي وكابتن امام محمدين في انبي، هم دول بحكم ما انا عرفت، يعني بحكم ما انا اتعاملت. وسمعته ساعتها؟ سمعته ازاي؟ سمعته يعني سمعت الكلام، فهمت؟ سمعته وفهمت طبعا، بس انا كنت برجع البيت كله زمالك، فانت قول بقى يعني.